قرية العباسية عروس يافا المهجرة. تقع قرية العباسية على بعد 13 كيلومترا من مدينة يافا على أرض مستوية في السهل الساحلي الأوسط. كان خط السكة الحديدية الواصل بين يافا واللد يمر جنوبي القرية، كما يقع مطار اللد على بعد 4 كيلومترات من القرية. كانت العباسية في العهد القديم تدعى يوديا، وسميت لاحقا بالعباسية إكراما لشيخ يدعى العباس مدفونا فيها. وتقول رواية ثانية إنها حملت اسمها نسبة للخلافة العباسية. كانت العباسية من أجمل قرى يافا، مبنية بالطوب ومحاطة بالنخيل، وتمتاز بموقع مهم كونها حلقة وصل بين قرى ومدن مختلفة. اعتمد سكان العباسية على الزراعة وتربية البقر والمواشي، نظرا لخصوبة تربتها وتوفر مصادر المياه وقرب بحيرة الحولة منها. في 13 من كانون الأول العام 47، والذي صادف عيد الحنوكة عند اليهود، هاجمت عصابات الأرغون الصهيونية القرية بأربع عربات عسكرية محملة بالجنود. قامت العصابات الصهيونية بزرع الألغام قرب المنازل، ووضعت سيارة مفخخة وسط القرية قبل انسحابها، ليوقع انفجارها عددا من الشهداء والجرحى من أهالي القرية. بالتزامن مع ذلك، أطلقت عصابات الهجنة الصهيونية عملية حميتس الهادفة إلى عزل القرى المجاورة عن بعضها وعن يافا التي كانت مركزاً لتلك القرى. في 4 أيار من ذات العام احتلت قوات الأرغون العباسية وأحكمت سيطرتها عليها، وذلك ضمن خطتها لطرد الفلسطينيين من المناطق الممتدة بين مستوطنتي تل أبيب وزخرون يعقوب جنوبي حيفا. في 13 من أيلول العام 48، صادقت حكومة الاحتلال على قرار يقضي بهدم بيوت القرية وإقامة مستوطنة يهود على أنقاضها، أعقبها بعد عام إقامة مستوطنة مغشميم شرقي القرية. توالت المشاريع الاستيطانية على أراضي العباسية المهجرة حتى عام 1954، التي شهدت إقامة مستوطنات غني تيكفا وسيفون، وتوسيع مطار اللد الذي حمل لاحقا اسم مطار بن غوريون. العودة حق لا يسقط.